وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، أنباء عن مقتل 8 من المدنيين في غارات النظام على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، ماذا تفسرون تزايد قصف النظام أو كيف تفسرون تزايد قصف النظام لمناطق خفض التصعيد في الآونة الأخيرة؟ اهلا بكم، تحيه لكم ولمشاهديكم مشاهديكم الكرام. الحقيقه حمله التصعيد بدات منذ 11 اسبوعا، قام من خلالها النظام وحليفه الروسي والايراني بقتل ما لا يقل عن 900 مدني حتى الان، معظمهم يعني جزء منهم كبير هم من الضحايا الاطفال، حوالي 220 طفل بينهم. خلال هذه الفتره النظام حرص بشكل يومي على سقوط عدد من الضحايا في منطقة خفض التصعيد الرابعة التي تمتد بين إدلب وحماة وجزء من اللاذقية وجزء من حلب. مؤخرا مع اقتراب الآن الحديث عن جهود دولية تحركها تركيا بشكل أساسي لعقد قمة رباعية وقمة أخرى ثنائية مع روسيا وقمة رباعية تشمل ألمانيا وفرنسا وروسيا أيضا، يصعد النظام كعادته مع اقتراب أي مناسبة سياسية، يصعد النظام من حملات الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد. و طيب، الأمم المتحدة من جهتها تقول أنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات المستمرة في إدلب، يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في معاقبة النظام وحلفائه، وماذا يملكون في ذلك؟ الحقيقة جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تقريبا توقفت أو لم تعد ذات جدوى منذ أن صدر قرار 2254 قبل عامين، وتضمن آليات أو طروحات باتجاه فتح ممرات امن للمدنيين وفك الحصار عن المناطق، ولكن لا احد من الاطراف النظام او حلفائه التزم بهذه الاليات، وبالتالي لم يعد هناك تعويل على هذا المسار جنيف او مسار الامم المتحده، وتم انتقال الى مسارات اخرى مثل مسار اجتانا والسوسي. اليوم القرارات او البيانات التي تصدرها الامم المتحده هي اشبه بادانات كلاميه لا تتحول الى واقع عملي تقريبا، رغم التلويح الامريكي احيانا او التلويح الاوروبي بانها سوف تفرض عقوبات اكثر وانها سوف تضيق الخناق اكبر على النظام. طيب، بذكر العقوبات، واحده من هذه العقوبات هي منع تصدير النفط او منع سوريا من استيراد النفط من الخارج، لكن هنالك انباء تتحدث عن استمرار تهريب النفط والقمح من مناطق الميليشيات الكرديه للنظام رغم العقوبات الاوروبيه، ماذا فعلت الامم المتحده لوقف هذا التهريب؟ الأمم المتحدة لم تفعل شيئا بهذا الاتجاه، أصلا هي غير متواجدة على الأرض حتى تتمكن من منع النظام من تهريب الوقود أو تهريب أو شراء النفط من الميليشيات الكردية أو تهريب المحاصيل الزراعية عبر المناطق المختلفة، وبالتالي هي لم تفعل شيئا. وحتى القوى الأخرى المتواجدة مثل الولايات المتحدة أو الروس أو حتى الأتراك وغيرها كثير من الأحيان لا يوجد خطوات عملية فعلية باتجاه هذا الأمر، سوى بعض الخطوات المتفرقة. مثلا تم اعتراض بعض القوافل نقل النفط في خلال شهر أيار وشهر نيسان، كانت متوجهة من مناطق الكردية إلى مناطق النظام، لكن سمح لها فيما بعد بالمرور بطرق أخرى. رئيس مركز إدراك للدراسات الاستراتيجية باسل حفار، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.